الدكتور محمد خليسي، وكذلك إخواننا الأئمة الحاضرين معنا، وكذلك الحضور الكريم كل باسمه وجميل واسمه مع حفظ الألقاب والرتب. ولهذا بادئ ببدء نعطيه الكلمة شيخنا الفاضل شيخ طاهر الغروي حتى إن شاء الله يمتعنا بهذه المحاضرة المتعلقة بقضية هامة، وهي قضية وآفة المخدرات. فإن شاء الله يكون الشيخ مشكور بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.
إذن إخواني الكرام، نقدر نتكلم كلمة مهمة جدا تعيننا على إصلاح هذا الأمر. وشن هي هذه الكلمة؟ كاين آفات، كاين بعض الناس يقول لي شوف كاين آفات اجتماعية، هذه الآفات الاجتماعية فيها عقوق الوالدين، وفيها كذلك الانتهاك تاع المحارم، وفيها كذلك الإساءة إلى الجار، وفيها كذلك عدم الشعور بالمسؤولية على شتى المناصب. تلقى الإنسان تحطه عساس يسقط، تحطه يعس تجيبه تخلصه بدراهمك، تحطه يعس يسقط، راحت الأمانة، فقدت الأمانة فيها. الآن هذه الآفات كامل ينشروا فيها الإجرام، القتل، السرقة، هذا ماهوش الدواء تاعهم. كاين دواء واحد، توبة إلى الله. إذا علمنا الناس يتوبوا، إذا علمنا الناس يتوبوا، والله سنقضي على أمور كثيرة بسرعة نقضي عليها. ولهذا إحنا الآن المشكلة تاعنا وشنو هو؟ أن كثير من الناس يحب يتوب، راهو حاب يتوب، يقول لك ما قتلتش التوب، أعطيني الدوافع التوبة. ولكن إحنا باش نتكلموا على التوبة وش نقولوا؟ نقولوا أننا نحن كلنا مطالبون بالتوبة. ربي سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أول واحد مخاطب بالتوبة شكون؟ المؤمن. حتى ولو كنت تصلي فيك أخطأ وفيك تفريط في جنب الله عز وجل، لازم التوبة. وكان النوع الثاني الذي هو معني بالتوبة والتوبة في حقه ضرورية واستعجالية، هو الإنسان الذي يذنب ويعتبر من جنس المذنبين. ربي سبحانه وتعالى تكلم على التوبة كلاما جميلا في القرآن، ولذلك كلمة مهمة قالها الله. وش قال؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوف كلمة التوابين وش معناتها؟ ما قالش التائبين، قال التوابين، معناتها هذو التائبين يتوبوا بزاف، ما تابوش مرة ولا اثنين، معناتها هذو التائبين راهم يتوبوا يعاودوا يقولوا يذنبوا يزيدوا يتوبوا يزيدوا يذنبوا. حنا عندنا بالنسبة لنا في المصطلح الجزائري هذو ناس منافقين. يقول لك يصلي ويبطل ويتمسخر بربي، يقول لك يحبس المخدرات ويعاود يولي ليها، هذا انسان منافق. لا، هذا انسان مليح، هذا الانسان عبد الله عز وجل يرفع ربي من قيمته. لماذا؟ لان ربي وش يقول؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام اذنب عبد ذنبا ثم قال اللهم اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، ثم يذنب الذنب يعاود يولي، ثم يقول اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. شوف الإنسان ما استحياش عاود ولا عند الله، لأن الحياء من الله عندما تريد أن تتوب مذموم، لازم تستحي من الله. كي تكون راح تذنب ثم تستحي من الله، بصح كي تحب تتوب روح لعنده وما تستحيش منه سبحانه وتعالى. ولذلك شوف سبحان الله ربي وش قال؟ إن الله يحب التوابين لكثر من التوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام وش قال في الحديث هذا؟ قال يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فليفعل عبدي ما شاء. مادام هو يتوب خليه يدير واش يحب، مادام هو يتوب يجي نهار يستحي من روحه ما يديرش الذنوب، مادام راهو دائما يكرر من التوبة. فنحن دائما مطالبون أننا نكثر من التوبة. شوف التوبة إذا دخلت في الإنسان يتوقف عن كل حرام يرتكبه مهما كان حرام. إذا كان تاب كل واحد فينا أعلم بذنبه، ومن أعظم الناس اليوم وأبعد الناس عن الله شكون؟ إنسان فقد عقله، إنسان حياته كلها في المسكرات والمخدرات، كلها حياته عمره ما كان حاضر عقله، وهذا مشكل عظيم. هذا إنسان معطل عن الحياة، هذا لازم يتوب إلى الله توبة نصوحة. وهذا التوبة كيفاش نتوبوا احنا؟ احنا السؤال يسأله لنا الناس تاع المخدرات وش يقولوا لنا؟ يقول لي انا حبيت نصلي وحبيت نحبس المخدرات، وش هي الخطوات اللي لازم نديرها؟ التوبه لازم لها اسباب، التوبه عندها اسبابها. وشنو هو السبب الاول تاع التوبه؟ السبب الاول تاع التوبه انك تشعر انك في خطر. واحد ما راهوش يشعر بانه في خطر، راه يقول لك انا المخدرات بالنسبه لي مليحه، ماهوش فاهم المخدرات وش هي، ما راهوش فاهم الطريق اللي راهو فيها. دوك انت انسان راهو يدير في الذنوب
يقول لك انا راني ندير فيه دم يتوب، بصح لو كان يقول لك انا راني نزهه ما يتوبش. اذا لازم تعترف باللي الشيء اللي راك فيه ماشي مليح، ولهذا الان شبابنا كيقولوا لنا احنا رانا ماناش ملاح يتوبوا، بصح كيقول لنا قلنا المروان عادي تسمى هذيك الدواء يسميها دواء ويسميها واش يسميها؟ يسميها يقول لك راني تخلوه. شوف الان التسميات نحت لها الجرم ولات ماشي جريمه، واللي يحس روحو الانسان ما شاء الله راهو يتخلوى راهو يزهى راهو يتهرب من الواقع. انت ماكش تزهى، انت راك تفتك بعقلك وعلمك المخدرات هذه كما سيأتينا مع الاستاذ وهو متخصص اكثر مني فيها. المخدرات هذه جريمتها وش هي؟ تقدر تلقى الانسان يتكيف 60 سنه ويتكيف، ممكن يتناول 10 سجائر في النهار يبقى حياته كامل 10 سجائر في النهار. بصح واحد يتناول المخدرات يبدا ب 50,000 تخلص عليه بزوج ملايين في النهار، يعني يبقى يتطور حتى يلحق لواحد المرحله يعيطونها مرحله اللا رجوع، نسال الله السلامه والعافيه. وهذه المرحله يا اخواني مرحله اللا رجوع هذه يقول علماء الاجتماع علماء النفس والاطباء يقولوا هذه مرحله يلحقونها اهل المخدرات 93% منهم لا يتوبون او لا يدركون انهم في خطر حتى يلحقوا مرحله اللا رجوع. ومرحله اللا رجوع هذه خلاص يعني كاين خلايا في الدماغ تروح ما يقدرش يولي الانسان، يولي شبه مجنون، نسال الله السلامه والعافيه. ولذلك الان دعوتنا للناس تاع المخدرات دعوه استعجاليه وتكون دعوه وقائيه كما تكون دعوه علاجيه. يعني دعوه استعجاليه علاه؟ ديرونه في خطر، راهو كل يوم يزيد كل يوم، يعني وكان تلحق عليه مشات عليه 3 سنين وربع سنين وخمس سنين راه مشى خطوات وراح مراحل كبيره في المخدرات، وراح يتحول لنا في الحي وفي البلديه وفي الدائره وفي البلاد وفي الوطن كامله وفي الامه الاسلاميه كامله، راح يتولي الى عنصر مجرم عنصر خراب. عباك واش يخرب الذهب تاع يماه يديه، يعني راح تخاف منه، انت راح تخاف على العرض تاع الاخت تاعو منه هو. شوف عيط لي انسان وحنا رايحين نديرو لقاء كيما هذا، عيط لي وحنا في الطريق قال لي الشيخ عندي مشكل كبير، قال لي عندي خويا يتعاطى المخدرات. هذا واقع نحبو نكرهو، لازم نحطوا العيب نتاعنا فوق الطابله باش نقدروا نداويوه، لازم نصرفوا وحدينا ما نكذبوش. شوف هذا يا انسان واش قال لي؟ قال لي انا انسان متدين ونخدم بعيد من ولايه لولايه، قال لي انا وخويا ويما، قال لي خويا دوكا يتعاطى في المخدرات، قال لي راني نعس فيه، ماذا يريد؟ قال لي يريد الاعتداء على امي. اسم انسان راح يعتدي على امه، قال لي وليت ما نقدرش نروح الخدمه باش نعس يما من خويا. على بالك ما تقولش تحسبها. وانا السمانه اللي فاتت عندنا 15 يوم في الحي نتاعنا في العاصمه، رحت عاينت قضيه انسان حرق يماه، ماتت يماه. سما شوف الطريق هذه نهايه تاعها يديك الشيطان حتى يلزق في الحيط ويروح ويخليك. ومن بعد كاين واحد دوك انت دوك تقتل اختك ولا تنتهك عبد نتاع العائله تاعك ولا تسرق الذهب تاع يماك، قول لي كيفاش راح تريكيبيري الحياه نتاعك؟ كيفاش راح تعاود تولي ديماري؟ كيفاه؟ نقولوا سرقت حاجه، ديت روده تاع طوموبيل، غلطت ضربت واحد، بالك شربت الخمر ومن بعد حبيت التوب سهله. بصح كاين واحد الحوايج يديك ليهم الشيطان بشويه 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 حتى تطيح ما تقدرش تعاود تولي. على هذيك انا دائما نقول للشباب نقول لهم شوفوا يا خاوتي بالك تغلط وانا نقدر نغلط ثاني، بصح بالك دير غلطه العمر. كاين غلطه يسموها غلطه العمر ما تتريكيبيراش، كاين غلطات واعرين في الحلم ينزل عليك السخط نتاع الله، نسال الله يعافينا ويعافيك. اذا رد بالك، هذه المخدرات ماهيش قاعده في الحومه وتجي تقعد انت في الحومه هذا وقصر وما شاء الله راني كيما الشباب. سما الشباب راهم يسهروا انا نسهر، الشباب راهم يبلعوا انا نبلع، سما راني اجور راني نمشي مع الموضه راني لاباس، ما راحش تخلص عليك هذاك، رايح تروح تطور من بعد، هذيك البدايه يحليها لك الشيطان، ومن بعد تروح الى طريق اخر نسال الله السلامه والعافيه. عندنا ناس نعرفوهم عندنا 5 سنين وحنا معاهم دوك ما قدروش يبطلوا، راحوا بعيد داروا جرائم كبار، علاه؟ توغلوا وحصلوا حصنات كبار. هذا الطريق طريق مصيبه نسال الله السلامه والعافيه. اذا شوف
انا نقول لك نختصر لك طريق، اقسم بالله ما كاينش حاجه تسلك الانسان كما عنصر الايمان بالله. احنا خاصه احنا المجتمع الجزائري عندنا واحد الطيبه في القلوب، نحب الدين مهما كان، نحب دين الله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاء عندنا حب الله وحب الدين عندنا وشول، عندنا واحد الخوف. حتى ولو الانسان سكران، شوف الناس سكرانين نقصروا معاهم وكيجبد له على جهنم وكذا يبدا يبكي، يبدا يبكي يقول لك انا مانيش حاب ربي يحرقني في النار. هو سكران سكران بقعة قدامه، وحنا نديروا له في النصيحة، هو يقول لك انا مانيش حاب نموت سكران. سمى هذاك الانسان كيبدا يبكي، حنا انا امام نولي نغير منه والدموع اللي بغي يحكيهم. يعني عندنا مجتمع يخاف الله، عندنا مجتمع يحب ربي سبحانه وتعالى. ونقول لك حاجه، الشباب تاعنا كيما راه يبيع في المخدرات ماشي غير يبلع فيها، يبيع فيها وتلقى فيه الخير. اذا مازال عندنا امل كبير 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 ان شبابنا يعاود يتسدم، وهذه المؤامره تاع المخدرات التي يريدون اغلاق البلد فيها ان شاء الله تكون مؤامره فاشله باذن الله، لان شبابنا ما راحش يستجيب. شوف انا الشباب مشيت لهم من الناحيه الايمانيه حتى لحقت لهم قلت لهم شوفوا يا شباب، كونك انسان تتعاطى المخدرات تعتبر خائنا لبلدك، لان راك استجبت للمؤامره، راك استجبت للناس اللي راهم حابين يغرقوك وينسيوك بلي انت انسان فعال وعنصر ايجابي في الحياه، وليت انسان عاطل وانسان مجرم، الناس كامل تخاف منك. يعني ثبوت الصوره نتاعك وتاع العائله نتاعك وتاع البلد نتاعك بتعاطيك للمخدرات. شوفوا اخواني الكرام، مستحيل أن تتوب وأنت لا تدرك أنك على طريق خطأ. لازم تقول أنا راني في طريق خاطئ، لازم تعترف بأنك مخطئ. شوف إبليس دار معصية، قالوا ربي اسجد لآدم احس. هذيك المعصية اللي دارها كان قادر يسدمها، ربي قالوا علاه ما سجدتش؟ لما لم تسجد لمن خلقت بيدي؟ واش قالوا إبليس؟ ما قالوش اسمحني غلطت ونتوب إلى الله، وكان قالها نتوب عليه الله. واش قال ابليس؟ قال انا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. يعني ما حبش يستعرف بلي راهو على خطا. انت لو كان ما تستعرفش بلي راك على خطا ما توبش. تولي تمشي طريق ابليس وتبقى تكمل حتى تخرج في طريق مش مليحه. بصح كاين واحد اخر في البدايه تاع الحياه عصى ربي ثاني. هو ادم عليه السلام. كلا من الشجره ولا كلاش؟ كلا. وعصى ربي ما عصاش، قال ربي بالقران، في القران قال وعصى ادم ربه، هكذا قال ربي. بصح واش دار ادم؟ ادم اعترف لربي، اعطاه ربي كلمات. وشنو هما الكلمات؟ ربنا ظلمنا انفسنا، هو وزوجته قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب عليه ربه سبحانه وتعالى واجتباه. اذا شوف ابليس عصى الله وادم عصى الله. انت قيمتك واش هي؟ مول المعصيه. رد الفعل تاعك مول المعصيه. رد الفعل تاع ابليس واش كان؟ استكبار. كيما الشباب اللي يقول لك خلينا ننزهه وما كاش منها، رانا لاباس علينا، رانا يحب يغطي الشمس بالغربال. قد خاب من دساه. واحد اخر كيما ادم عليه السلام، غلط. انا يا درت امور، نتوب الى الله. وباب الله مفتوح، ياك ما طلعت الشمس من مغربها. المجال مازال مفتوح. انا من اليوم انا انسان قراري قرار حسم وقرار عزيمه، من اليوم توقف عن الامور هذه. هذه التوبه. التوبه هي عباره عن قرار شجاع. التوبه ماهيش تعب العقل دوك نبدا نقص، لا التوبه مباشره تحبس واعتمد على الله ربي يعينك. اعتمد على الله. والامر الثاني الذي يكون فيه يساعدنا على التوبه وشنو هو يا اخواني الكرام؟ هو ان نعرف الله، نتعرفوا على الله. احنا المشكله فينا اننا عايشين في خلق الله وما نعرفوش الخالق. احنا مخلوقات الله ولا نعرف الله جيدا. ماناش عارفين باللي ربي سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والارض. رانا نسينا باللي الهواء تاعو، رانا نتنفسوا في الهواء تاعو. ونسينا باللي رانا نشربوا الماء تاعو، ورانا عايشين بالنعمه تاعو سبحانه وتعالى. نسينا باللي ما اصبحنا من نعمه فمن الله، وما امست بنا من نعمه فمن الله. ونسينا باللي لا يتحرك فينا شيء الا باذن الله، ولا يسكن فينا شيء الا باذن الله. نسينا النعم، نسينا ان الناس الذين يبتلون من ورائنا ومن خلفنا. كاين ناس راهم عايشين معك في المجتمع معوقين، كاين ناس انت تشوفهم ما يشوفوش، كاين ناس ما يقدرش يمشي
لازم يرفضوه مشلول والديات ان شاء الله تجي لك لاباس عليك وربي يعطيك الصحه ان شاء الله يديمها علينا وعليك. اذا شوف النعم التي تحيط بك تعرفك بالله. انت سمحت تحل عينك تقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا. دلك ربي الروح عاود رجعك الصح. يعني كاين نعم لازم تعيش معاها. كاين نعم عظيمه تعرفنا بالله تبارك وتعالى. كاين رب فوق سبع سماوات يدبر الامور كلها. حي قيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. احد صمد فرد سبحانه وتعالى خالق بارئ مصور ملك جبار قدير يقدر الاشياء كيف ما شاء. القدر الذي تعيش فيه انت في حياتك اليوميه يعرفك بالله. تعرف ان الله اعطاك لحكمه ومنعك لحكمه. تولي عندك يستوي عندك العطاء والمنع. اذا راحت لك حاجه تقول هذه نحاها الله لحكمه منه. واذا اعطاها لك الله تقول اعطاها لي لحكمه منه. يستوي عندك العطاء والمنع. كي تولي تتعامل مع الله يستوي عندك العطاء والمنع. هذا الانسان الذي يتعرف على الله تولي تستحي منه. انا تعجب انا اشوف انسان احيانا يسب الله يضارب مع واحد يسب ربي. ومن بعد يسب الله واش يدير؟ يسلكوه الناس في القاعه تاع الماء ويشرب. انا واش نقول؟ نقول سبحان الله ما ارحم الله انسان كان يسب في ربي ورفد الماء وشرب وربي سقاه وخلى الماء يجوز عادي. كان قادر ربي يقتلك بالجمعه تاع الماء. كاين ناس ماتوا بشرب ماء حصلت له مات. انت كتسب الله تشرب الماء وربي ما يقتلكش ويسقيك الماء. انا تما كنشوف اللقطه واش نقول؟ نقول ما ارحم الله. كان يسب في الله رفد القاعه تاع الماء وشرب. هذا الرب هذا ما نستحوش منه احنا درك. ما نقولوش عيب علينا. يعني نتوبوا لربي سبحانه وتعالى. شوف الحياء النبي عليه الصلاه والسلام واش قال؟ قال الحياء لا ياتي الا بخير. ولكل امه خلق. يعني لكل دين خلق. وخلق الاسلام وشنو هو؟ الحياء. كي تستحي توب. كي تستحي توب. واش قال لي واحد؟ انسان من المشاهير يتبع هذوما الدروس تاعنا تاب الى الله. واش قال لي؟ جاء عندي المسجد قال لي شوف قال لي انا تبت الى الله عز وجل والناس اللي تبعوه لانه كونه هو انسان مشهور. قال لي الناس اللي تبعوني تعجبوا لماذا تبت؟ قال لي انا تبت بالحياة استحيت. قال لي شفت عندي ربيع قال لي صحه وعافيه. قال لي ونعرف نهضر انا انسان مشهور ونأثر في الناس. قال لي وزيد على ذلك ونشوف روحي باللي الناس رايحه تصلي صغار عليا. وكاين الناس معوقين يروحوا الجامع. قال لي وانا يا ما نركعش ربي ركعه واحده. قال لي توقفت عن كل ما يغضب رب العالمين. قال لي والله غير حشمت من ربي. واحد ما نصحو سمع شويه فيديوهات وكذا تاب الله تبارك وتعالى. اسال الله يثبتنا ويثبتكم. شوف كي تستحي من الله والله ما دير. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه عبك شكون توبت؟ عبد الله بن مسلم القعنبي تلميذ الامام مالك رحمه الله. هذا اول تلاميذ الامام مالك رحمه الله. كان انسان خارج الطريق كما نقولوا احنا. كان دارو دايرها وكر تاع فساد. دارو وكان رجلا اعزب كان من الشباب وكان يلبس لباس تاع الناس اللي خارجين الطريق. وكان في هذا الوقت مع العشيه هذا يتزين ويلبس ويستنى اصحابه كيجيوه. اصحابه كيجوا باش يسهروا عنده الشراب وغير ذلك والعشاء كل يوم عنده في بيته ويسهروا يبيتون في فساد عظيم ليل كامل حتى الصباح. ودائما كل يوم بيت عبد الله بيته هذه دائما مديوره للناس الذين لا يخافون الله. كل يوم يجوا عنده والف الناس. في يوم من الايام البس هذاك اللباس تاعو تاع الفساق هذاك الوقت وخرج ويستنى اصحابه مع العشيه هذا الوقت. القى إمام من الأئمة الإمام شعبة رحمه الله جايز مع أمة من الناس يمشي على بغلته والناس ضايرين به ويسألوا فيه. إمام عالم كبير يسألوا فيه الناس. قالوا شكون هذا الإنسان اللي ضايرين به الناس؟ شكون هذا الإنسان المشهور؟ هذاك الوقت كانت الناس تدور بالمشاهير تاع الصح اللي هم العلماء. الناس الذين يقدمون ماذا؟ يقدمون الخير للأمة. كانت الناس تعرف قيمة العلم. كانوا الناس ضايرين بالعالم هذا، راح ليه. قال لهم نروح نشوف الانسان هذا شكون؟ علاه ضايرين به؟
قالوا له هذا الانسان يحدث بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام، كي تروح ليه باش يعطيك حديث من عنده حاجه كبيره. راح ليه قال له حدثني. قال له كي شافوا باللباس هذا قال له غيرك لا يحدث مثلك لا يحدث. قال له واحكي من انت ما نقدرش انا نعطي له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حاجه كبيره، وواحد لابس كيما انت هذا ما نعطيلوش. شوف في روايه واش قال له، جبد له موس وقال له درك تحدثني بحديث. واش قال له الامام؟ قال له نعطيك حديث. قال له حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا هذه الكلمه سقط الموس من يده بالحياه، وعاود راح للدار وقال لامه يا امي قولي لصحابي باللي اذا جاوا عشيه يحبوا يتعشاو اليوم مرحبا بهم، ولكن قولي لهم لا سهر بعد اليوم. ولا انسان بعد ذلك يطلب العلم حتى صار اوثق الناس وافضل الناس من تلاميذ الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، الامام عبد الله بن مسلم القعنبي الذي نحن اليوم لا نذكر احاديث الموطأ الا عن طريقه، نذكر احاديث نجبد هذا الانسان. شوف وين كان برك ديك موش الحياء في قلبه تبدلت. التوبه سهله، التوبه ماهيش هي التوبه، ماهيش برنامج. التوبه هي عباره عن تغيير، هي عباره عن اشعاع تاع نور ينفلق في قلب الانسان المسلم، يتغير راسا عن عقب الانسان. شحال من واحد حنا رانا نشوفوه في المسجد وكان كي نشوفوه نقولوا سبحان الله، تقول هذا هو فلان اللي كان هذاك، تقول هذا هو يغير. واش نقولوا حنا؟ نقولوا سبحان مغير الاحوال. هذا في رمشة عين يغير ربي سبحانه وتعالى، نسأل الله يتوب علينا وعليكم. إذا التوبة لا تكون إلا بمعرفة الله، ومعرفة الله راح تولد حياة للإنسان، يولي لا يعيش إلا لربه عز وجل. كذلك من أمور التوبة، من أسباب التوبة، أنك لازم تفهم أن التوبة لازم لها مجاهدة. علاه لازم لها مجاهدة؟ المجاهدة يا إخواني الكرام، دوك إنسان كان ما كانش يصلي وكان يتعاطى مخدرات وكانت عنده علاقات غير شرعيه وكان ربما ياكل من الحرام وكان عنده ربما مداخيل من الحرام تدخل بسرعه ماشي حتى يروح يحمل ولا يتعب باش يدخلها. وكان الانسان هذا في نفس الوقت كاين امور كان يتناولها ربما كان يدخل كذلك، وزيد على ذلك كانت بعض المجالس حلوه، مجالس حلوه فيها الضحك فيها القسرة فيها السهرات فيها كذا فيها الخلاط فيها أشياء كثيرة. هذه الأمور النفس تميل إليها، وزيد على ذلك التوبة وش فيها؟ فيها نحن بدنا نصلي. وش معناتها نصلي؟ معناتها هذوك يأذن المغرب راح نصلي، نتوضى نصلي نحبس كلش، تسمى ما نقدرش نريح في القهوة ولا نسمع الجماعة، لا لا لازم تتوضى وتروح تصلي في البرد في الشتاء في الثلج في الصيف في الربيع دائما. وزيد على ذلك كي نصلي المغرب ونعاود نولي يقول لي ما تنساش على ساعه كاين عيشه ثاني، ومن بعد كي نرقد يقول لي لازم تريد لي الرفاي. واش تريد لي؟ ياك نحب نرقد كيما نحب؟ لا لا ماشي كيما تحب انت. كي تحلى الرقده مليح 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 يقول لك صارت خير من النوم، لازم تنوض تروح تصلي الفجر. وزيد على ذلك يلحق الظهر تحبس الخدمه تحبس القسره، واذا راك في البيرو تخرج تتوضا تنحي الصباط ونحي تقاشر وروح توضا وصلي. يعني فيها خدمة، فيها خدمة، هذه كاملة يعظمها لك الشيطان. وماشي نهار ماشي زوج وما فيهاش عطلة، لا في الصيف لا في الربيع لا في الشتاء، ما كاينش عطلة. متى؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تموت وأنت تصلي. وزيد على ذلك كاين أمور حرام تحبسها، ما تشوفهاش ما تقولهاش ما تسمعهاش، كاين أمور. شوف هذوما كاملة أنت راح تشوفهم صعاب عليك، على ذلك ما تحبش تشوف. على ذلك تحشتوا ربي. واش قال لك ربي عز وجل؟ قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لمن لليسرى. ثم يقول لك ربي شوف انت ادفع الاولى انا نكمل لك. على ذلك ربي واش قال؟ فلا اقتحم العقبه، قال لك اطلع العقبه برك، كمل العقبه ومن بعد اطلقها. انت بيطاري شويه من طلعه غير تخلص الطلعه كما قال ابن القيم رحمه الله،
يقول لك بعد ذلك تولي كل الطاعات للذات للذات. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرحنا بها يا بلال. قال جعلت قرة عيني في الصلاة. احنا اليوم كيما نشدوكوا الصلاة ولينا نحبوا تهناونا الوقت يولي أغلى عندنا حنايا. وين؟ في الجامع. يقول لك الإمام اليوم أو زاد دقيقة باش قام صلاة. دقيقة شحال غالية عند الجزائري؟ وين؟ في الجامع. بصح برا في الخدمة لا لا. تقول علاه جيت على 10؟ لا ما يقول 8 10 كيف كيف. عادي ساعتين في الخدمة تهرب من الخدمة عادي. تسمى هذيك عادي مش مشكلة. بصح دقيقة في الصلاة تجيك واعرة. علاه؟ تجيك واعرة لأنك ماكش متذوق الصلاة. بصح كي تتذوق العبادة وتحس بلي انت انسان راك تمد حاجه لله. واش تمد؟ راني نحبس اللوم في اوج لذته ونضرب سنين في جرح الناس. علاه؟ اخاش قال النبي عليه الصلاه والسلام انا طماع. قال النبي عليه الصلاه والسلام بشروا المشائين يوم القيامه في الظلم الى المساجد يوم القيامه بالنور التام يوم القيامه. يعني يوم القيامه كي تحط الصراط نمشي فوق الصراط وحنا ماشيين فوقه كاين كل واحد يعطي لربي الضوء تاعو النور. كاين الناس اللي يروحوا العشاء والمغرب والفجر ربي يعطي لهم نور ما بين ايديهم يضيء كل جبل. هذوك يمشوا يمشوا بسرعه يقطعوا الصراط. والسبب تاعهم المغرب والعشاء والصبح في المسجد. لانه كانوا يروحوا في الظلمه. كي كان يمشي في الظلمه ربي يعطي له النور التام يوم القيامه. اذا انت واش راك رايح؟ علاك رايح؟ تقول لي قول لي انا رايح نصلي دوك المغرب والعشاء والصبح لانه قال لي النبي عليه الصلاه والسلام كاين النور. تام يعطيه لي يوم القيامة. وأني طماع. قال لي كنت تصلي العشاء مع الجماعة كأنما قمت نصف الليل، وكنت تصلي الفجر مع الجماعة صافي العشاء مع الفجر كأنك قمت الليلة كلها. يا خويا أنا طماع. شوف كيفاش تولي بعد واش دير؟ العقبة طلعك، تولي تطلع، وبعد تولي لذة، وكان يقول لك حبس لا تقول بدوق الدنيا ما نحبسهاش. في البداية شهر شهرين كنت تسوفري شوية، بصح من بعد ربي يعاونك. جهاد النفس من اعظم ما يفعله التائب في بدايه توبته. شوف عندك شهر شهرين بصح نقول لك واش من حاجه اللي تخليك تشد روحك. هذا هو الطريق الوحيد للنجاه، تحب ولا تكره. هذه الصراحه. ما عندنا طريق واحد نسلكه امام الله، اننا نجاهد انفسنا باش نتوبوا. انا عندي الدخان، راني نتكيف، راني نشرب في المخدرات. شوف يطبط دماغي في الشهرين الاولين ونكمل. واش ندير في راسي؟ واش ندير؟ ما كانش طريق واحد اخرى، لازم هذه هي الطريق. هكذا نديرو، هكذا. انا البارح جاني انسان قال لي اعطيني الطريق، قال لي خلاص نحبس، قال لي نسمع. قلت له شوف روح لداركم، قول لهم يربطوك بالسلسله. قول لهم ربطوني، تخلونيش نروح عند حتى واحد، نحي الارقام تاع اصحابك كامل الله غالب. المساله ماهيش مساله باك ولا البيان ولا مساله تحي يعطوك سكنه ما يعطوكش، جهنم ولا الجنه. وما فيهاش السنه نعاودو. عباك يوم القيامة ربي كيف الناس يديهم الجهنم ولا ما يقدروش يقولوا سنة ولا غير ربي نعاود معليش نعاود السنة. لا لا ماهيش بكالوريا هذيا، ما كاينش فرصة أخرى. كاين جنة كاين نار، كاين تنجح ما تنجحش. وحدة مرة واحدة تجربة في الحياة. ولذلك إياك وإياك تقول استنى اصبر أو كاين طريق واحد أخرى. بالك دوك نشوف بديت حاجة تلبست بها عندك طريق واحد انك تتوب. وانا نقول لك ما نقولكش ان شاء الله، نقول لك اقسم بالله غير يعاونك الله. لان ربي كي وعدنا حاجه ما نقولوش فيها ان شاء الله. على هذيك كي ندعي ربي ما نقولوش ان شاء الله، ما تقولش اللهم اهدني ان شئت. النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا اذا دعا احدكم فلا يقول اللهم اهدني ان شئت، وانما فليعزم في المساله. علاه؟ لاننا لا ندعو الله الا ونحن موقنون بالاجابه. ربي يعطيك وعد والذين جاهدوا فينا. معليش انت روح تعب شويه اتعب. قال لك ربي انا نشوفك تتعب نشوفك تتعب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. على بالي كي تحبس راح تطيح في المنكر. على بالي حبست الدخان، على بالي راسك يوجعك وراح تتعب. واللي حبسوا الدخان ماتوا؟ ما ماتوش. كاين ناس انا نعرف انسان والله العظيم غير في تاريخ المخدرات وسمعنا من الناس اللي احتكينا بهم المدمنين عمري ما شفت انسان يشرب كما هو مخدرات. في اليوم في اليوم يجيب الخمر يحط الخمر والمخدرات. يقول لي شوف نبدا نشرب الخمر بالمخدرات. قال لي الصباح وعشيه. قال لي حتى وليت سنوات من حياتي مانيش شافع ليهم، عمري ما شفيت على دقيقه منهم وانا صاحي.
يعني ويحكيوا للناس، الناس اللي كانوا يعرفوا الانسان هذا، قالوا لي هذا الانسان عشنا معه سنوات والله ما نشتاو نهار واحد كان صاحي. قالوا لي حبينا نصحوه ما نعرفوش انسان كان يشرب المخدرات والخمر كما هو. شوف هذا الانسان توقف في يوم من الايام وعاونوه الناس، عاونوه الائمه وعاونوه الناس الوعاظ، وتوقف وجعوا راسه وتعب بصح توقف. دوك واش يتلاقوا؟ ما مات، ما صرا له والو، ما صرات له حتى حاجه. لانه نقول لك حاجه، كاين حاجه اعانه من الله، معليش تعب شهر، شوف نتعذب، نشوف العروق تاع راسي يخرج منهم الدب، معليش ما تخش جهنم. انا نقول لك المخدرات طريق جهنم، المخدرات خلات الناس تنتهك حرماتها، خلات الناس تعتدي على المحارم، المخدرات خلات الناس يسرقوا امهاتهم. كاينه واحد الام قالت لي والله ما نسمح لوليدي لدالي كل ما املك، قالت لي كل ما املك، قالت لي بهدلني مع الناس، سرق خالاته سرق عماته، قالت لي ولينا حنا دار السراقين، قالت لي كل ما تجي امراه يروح للساق تاعها يرفض يسرق، قالت لي ما نسمحلوش ابدا ما نسمحلوش. كاين واحد مات صليت عليه انا، مات وهو يقول لهم انا وليدي ما نسمحلوش، جاب لي الجدرميه وما بوليس للدار، جاب لي الناس يحوسوا حتى في الملابس الداخليه تاع اختو. تسمى هذا الانسان هذا ما يستحيش بهذا البناء، مات باباه مات وهو يقول والله ما نسمحلو. شوف انا نعطيك هذه الصراحه هذه حتى تفهم هذا الواقع تاعنا المر اللي رانا وصلنا ليه. تسمى هذا الامر هذا يا اخي الكريم، انا راني نقول لك لازم تستحي من نفسك. دوك انت لك أن تقول انا رجل وامك مسكينه تجري من حبس لحبس وتروح تجري من واحد لواحد، عيب عيب. ما تقوليش انا نحب يما وانا يما هي الاولى هي الاخرى وماما وكذا، خلينا مثل هذا وتجيب غنيه تاع يماك وكذا وانت راك مسكينه متعبها تعب شديد. هذا مش من الرجوله اصلا. ولذلك شوف طريق واحد مجاهدة، مجاهدة النفس مهما وقع لك من أضرار لازم تتوب إلى الله تبارك وتعالى. نكمل سبب آخر وهو من أهم الأسباب الذي يعين الإنسان. شوف عندنا إحنا الدعاء، ياك الدعاء أعظم سبب، أعظم سبب أنك تدعو الله عز وجل، تكلم مع الله، قل له لله تبارك وتعالى اللهم اهدني في من هديت. وش معنى اللهم اهدني في من هديت؟ أنا راني قاعد نشرب في المخدرات ياك، ونشوف الناس طالعة المسجد تصلي، هذوك ربي هداهم، أنا مازال ما هدانيش، عباك واش ندير لهم؟ نغتنم الفرصة نقول يا ربي يا ربي هذوك اللي هديتهم اهديني كيما هما، اللهم اهديني في من هديت، ديرني معاهم، دخلني في القائمة معاهم، اتكلم معاه، والله معليش تكلم معاه وأنت المخدرة في يدك، معليش اتكلم معاه، ربي يتقبل منك أنك تدعوه وأنت سكران، معليش، قل له يا ربي ما تدينيش هذا، اتكلم معاه، ربي يحب من يناجيه. شوف زكريا تكلم مع الله، قال له ربي لا تذرني فردا ما تخلينيش بلا اولاد، تكلم معه، قال له وانت خير الوارثين. ربي كي يشوف عبده يتكلم معاه يعرف بلي هذاك العبد عطى قيمه لله. انت ماكش في ربي تقول يا ربي توب عليا، ذاك الناس كي تجوز تروح تصلي قال ماك تشوف هذوك اللي يصلوا انا خير منهم، هذوك الناس منافقين، هذاك فيه وهذاك فيه ويلعبوا زعما العمره زعما، خليه قول يا ربي اهديني اهديني المسجد باش اعترف بنفسك بليك على غلط، اعترف بلي انت ماكش فايد مليحه، لما تعترف وتدعو الله عز وجل يهديك. ولذلك شوف من اعظم الاسباب اللي تعاونك جلساء الخير والصلاح. ارمي عليك كل انسان يهبط لك الايمان، هذاك اللي يقول لك نروح نسرق ونروح ندير ونروح نقتل وقت نروح ندير وكذا نروح نعمل كذا وما فيها والو ونورمال والناس كاع راهي تدير وما كاش منها وكدا وربي مازالك تامن بالغوله ومازالك، هذاك اللي يقول لك هذا الكلام راهو يحيلك في الحياة. هذاك شوف في الدقيقة هذه كيما راك دركا نحيه من الهاتف تاعك بكل جرأة، نحيه يتكلم معك علاه قول له والله غلقيت روحي ماهيش مليح معك، معاك راح تديني جهنم، مليحة ليك وليه. شوف ناس صالحين، شوف ناس اللي ذكروك بربي عز وجل، شوف ناس اللي يقولوا لك المستقبل تاعك، شوف ناس اللي يقول لك ارواح يا فلان خليك من الحرام هذا وروح للحلال. كاين ناس ما شاء الله، كاين ناس طيبين صح ماهمش دعاء كيما احنا ماهمش يبدو الميكرو هنا بصح والله شفنا منهم خير عظيم، جابوا لنا ناس
كانوا يدخلوا من المخدرات ويبيعوا المخدرات اموال طائله. كانوا ناس كيدخل الدراهم تاع المخدرات يصورهم للناس، هذا بطيمه تاع دراهم يبيع يبيع. كتاب وجاء عندنا المسجد ويصلي معنا في المسجد، ما لقاش خدمه تاع زوج ملايين ما لقاهاش. عاونوه الناس ووقفوا مع الناس، وكاين ناس بزاف تابوا كانوا يبيعوا، واتصلنا بناس ودخلوهم يخدموا ويعاونوهم. شوف اللي كان يدخل 20 مليون و10 ملايين في النهار يقول لي والله العظيم غير راني ندخل زوج ملايين و600، والله غير راني بانيين الناس وندخل زوج ملايين و600، اقسم بالله غير راني اسعد انسان. غير نشري حبيبات تاع حلوه ندخلهم لاولادي العشيه، والله غير الضحكه نضحكها من قلبي ونفرح بولادي من قلبي احسن من الملايير اللي كنت ندخلها بالحرام. هذا هو الانسان الرجل، هذا هو الانسان الواعي. انا ننصح شباب في اخر هذه الكلمه انه شوف والله هذوك الناس اللي مضايرين بك الان ويضحكوا معك الضحكه المزيفه، اعلم ان هؤلاء الناس والله ما راح يبكوا عليك نهار تبكي. واعلم انه في يوم من الايام ربي قال لنا عليه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يعني كاين ناس انت كتقول بلي ما شاء الله دير في بالك بلي هذوك عديان في صوره الاصدقاء، وكاين ناس راك تظنهم عديانك لانهم راهم جايين ضد الشهوات نتاعك. انا اللي راني نقول لك هذيك حرام، وتمشي مع امراه حرام، ودير علاقه غير شرعيه حرام، وتسرق حرام، ودير هذيك الشيء حرام، على بالي بلي انا جينيك ومانيش مليح ليك. بصح دير بالك بلي العدو اللي تشوفه يتكلم معك بهذه الطريقه هذاك هو الصديق الذي يريد لك الخير. لان الانسان احسن انسان وانجح انسان هو الانسان الذي يعيش لواقعه. لازم تواقع نفسك، لازم تواجه نفسك. كاين واقع مرك تعيشه لازم تحطه فوق الطابله وتقول انا مانيش مليح وهي العيوب تاعي، وتبقي نفسك حتى تستطيع بعد ذلك الفوز. ربي عز وجل قال آية نختم بها، قال كلمة والحديث قياس. أنا كي نحب نقول هذه الآية نقولها بهذه الطريقة، نقول ربي قال كلمة والحديث قياس. لخص لنا كل المعادلة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا الحكاية ربي هذا درنا، قال تحب الطريق تاع الصلاح، قد أفلح من زكاها، خرجها ونقيها. خرجها وحط النفس تاعها فوق الطابلة، قال هذه النفس هذه لازم تتسقم. ما كاينش فيها حكايه، هذه النفس لازم تسقم اخلاقها، تسقم تربيتها، تسقم دينها، تسقم السلوك نتاعها. هذه النفس لازم هذه ما نزيدش نديرها، هذه راح تدخلني النار الحكايه هذه. لازم تكون انسان صارم مع النفس تاعك، ما عندكش مجاملات معها، ما عندكش هذيك انا والله ما نقدر، انا غير هذه اللي ما نقدرهاش، هذاك هذه طريق جهنم. ومن بعد كاينه وقد خاب من دساها، الفريق الثاني ربي يعافينا ويعافيك، الفريق الثاني الخائب اللي يدخل جهنم، شكون هو؟ وقد خاب من دساها، واش معنى دساها؟ كاموفلاها. يدس، واش معنى يدس؟ يكاموفلي، انت كمسخ، دير لها هكذايا، غطيها بلبسها، باش واحد ما يشوفها. البس حاجة كحلة باش كي توسخ واحد ما يشوفني. لا لا، لازم تبين، هذاك الإنسان اللي يكاموفلي على روحه يقول لك حنا، أنا تشوفني نشربها، أنا تشوفني ندير هكذا، شفني يسب ربي، تشوفني كي نزعف يسب ربي، بصح قلبي مليح. انا حنا الحمد لله ما حرقناش الجوامع، حنا الحمد لله واش بقى لك انت؟ انت درت كلش وزدت تقول انا قلبي مليح، يعني تكذب فقط على نفسك. صارحها وزكها ونقها يكون لك ذلك فلاحا. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ونحن في هذا المجلس المبارك حتى لا ننسى اخواننا في غزه ان ينصرهم الله وان يدفع عنهم البلاء وان يحقن الله دماء اخواننا واطفالنا ونسائنا في غزه وفي كل مكان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم شهداءنا الذين ساهموا في هذه الحرية أو جابوا لنا هذه الحرية بفضل الله تبارك وتعالى، باش رانا قاعدين في هذه الساحة ورانا نديروا هذه الكلمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما ربي حرر بلادنا ووفقنا أننا نديروا هذه الكلمات في بهذه الحرية والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يحرر ربي عز وجل بلد فلسطين وأن يكونوا كذلك هم على حرية، ونكون احنا ان شاء الله نوقفوا معاه في ذاك المكان ونصلوا بيت المقدس ان شاء الله. واملنا في الله كبير وكبير جدا، ولا تيأسوا من روح الله تبارك وتعالى. اخواني الشباب ننتظر منكم الكثير. الله عز وجل ينتظركم. ربي سبحانه وتعالى يا ايها الشاب ينتظرك، ينتظرك متى تتوب.
متى تقرع باب التوبة ينتظرك. نقول لكم تش السنك أو ينتظرك الله حتى تطلع الشمس من مغربها. الحاجة الوحيدة اللي ما قدرش نضمنها لك وقتاش تطلع الشمس من مغربها الله ما على بالي. واحد ما يقدر يقول لك، فبادر بالتوبة. نسأل الله أن يتوب علي وعليكم، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، وأن يديم علينا وعليكم الستر، وأن يديم علينا وعليكم الصحة والعافية والأمن والأمان والإيمان والإسلام. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. صحة، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فبداية نقدم شكرنا للمنظمين لهذا الاجتماع المبارك، ونخص بالشكر جمعية الأمل، وأيضا رئيس الدائرة الحاضر معنا الذي شرفنا بحضوره، وأيضا نرحب أيضا برئيس البلدية، ولا ننسى أيضا جنود الخفاء، وأرحب أيضا بالحاضرين. أقول لكل واحد منكم حاضر، نسألكم سؤال: كيفاش جيت؟ من الذي وفقك أن تكون الآن من الحاضرين؟ كل واحد حاضر، سواء كان يعني يتناول مخدرات أو لا يتناول المخدرات، نقول له أن الله عز وجل هو الذي وفقك لحضور هذا المجلس. لازم تستشعر هذا الأمر، تستشعر بلي كاين الناس ربما كانت حابة تحضر وما قدرتش تحضر، وكاين الناس ما لحقهمش الخير، هذا الإعلان هذا ما لحقوش، لكن الله عز وجل يسر لك باش تسمع أنت باللقاء، ويسر لك ايضا باش تحضر وما يصعبش حتى امر. وربما انت كنت جايز من هذا التاريخ وما كنتش جايز من هذا التاريخ، كنت جايز من التاريخ الفوقانيه، لقيت روحك جايز، قلت ايه هادو شنو يهضروا، وجيت انت راك من الجايزين. ولعل ان اليوم راح تكون يوم ميلاد جديد، يوم حيكون يوم انطلاقه جديده في حياتك، كما حكى لنا الشيخ على محمد بن ابي مسلمه. اليوم سنتكلم عن أمر، هذا الأمر لا يجتمع مع المخدرات. هذا الأمر إذا لقيناه في إنسان نعرف لهذا الإنسان لا يتناول المخدرات، وهذا الأمر إذا كان هذا الإنسان عنده هذا الأمر ودخلت له المخدرات، دخلت له المخدرات لحياته، نلقاه بالإخلاص يأكل هذا الشيء، يأكله له. ما هو هذا الأمر؟ إنه النجاح. راح نتكلموا عن النجاح. النجاح يا إخوان أمر فطري، كل واحد فينا الآن حتى الدراري الصغار كاع الناس تحب تنجح، حتى الحيوان يريد أن ينجح. شتو السبع كيكون يجي لهم الغزالة وش راهو حاب؟ أو حاب يحكمها وبعد هربت له الغزالة، لكن هو الآن علاش راهو يجري؟ حاب ينجح في هذه المهمة. حتى الأمور السلبية، حتى السارق يريد أن ينجح في سرقته، القاتل يريد أن يقتل ويحب ما يحكموش الأمن، ما يحكمونيش لابوليس. فكل الناس تريد أن تنجح، ولذلك الآن لقينا أي واحد ينجح في حياته إذا دخل المخدرات يعود يطيح في جميع المجالات. ندخلوا في الرياضة نلقاو مارادونا، طلع مارادونا طلع، دخل في المخدرات هبط مارادونا، ولا والو، حاجة ما يسواها. والأمثلة في هذا كثيرة. ولذلك أنا الآن أخاطب بطريقة مباشرة، الذي يتناول المخدرات. لماذا لا تريد أن تكون ناجحا؟ علاش أنت الآن ما راكش حتنجح في حياتك؟ وسبيل النجاة، وسبيل النجاح بين يديك. أول إنسان تنجح لأجله من هو؟ ذاتك. تنجح بروحك، أنت الآن لازم تحب روحك، تكون أنت من الناجحين، أنك تكون الآن أنت تعيش في راحة نفسية، تعيش أنك تجري الثمار تاع الأهداف اللي راك حاب تحققهم في حياتك. كنت صغير ربما كانوا عندك أحلام، كانوا عندك أمنيات. الآن والإنسان الذي يتناول المخدرات، كل واحد يتناول المخدرات يا إخوان، ونحن قريبين من هؤلاء الشباب،
كلهم الآن أنا تجربتي معهم ما زال حتى واحد ما جاي مدمن المخدرات يستمتع بالمخدرات، كلهم الآن يعانون وكأنهم في سجن. على بالكم مدمن المخدرات وش يصاروا؟ شو الإنسان دخل للسجن طبطب فتحوا له الباب دخل ودخل عند أعمق يعني الحبس الانفرادي، دخل في زنزانتي وغلق عليه الزنزانة وراه يعيط بالزنزانة خرجوني، وهو اللي دخل. فالإنسان الآن الإنسان كان في حرية، كان إنسان مرتاح، كان إنسان ينوض عنده أفكار عنده أحلام عنده أهداف حبي حققهم. الآن السجن المعنوي الذي يعيشه وهذا الذي نسمعه منهم يقول لك أنا الآن حياتي توقفت، مع أنت أنه الحاجة كي ننوض الفكرة ديالي ننحب نحققها ما هي، كيف أتحصل على هذه الجرعة؟ منين يجيك هذا الأمر؟ أنه أنت الآن تولي ما تتحكمش في روحك، لأنه كاين خلايا عصبية الآن في المخ تاعنا هي التي تطلب منك المزيد. كما قال الأستاذ مقبل يعني الآن كاين مراحل، المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الإدمان، خلاص تلحق لا ديبوندونس تولي أنت تعتمد على هذه الحاجة. فتصور الآن إنسان حياته الآن راه في سجن أو يعيش في سجن، باش تخرج أنت من هذا السجن يجب أن تخرج من هذا السجن المعنوي الذي أنت فيه. فأول إنسان قلنا يجب أن تنجح لنفسك، مع أن تحب روحك في جميع الميادين، تحب روحك في الدنيا وتحب روحك في الآخرة. كيفاش تحب روحك في الدنيا؟ ما تتحب روحك، نمشي في جميع المجالات، نمشي في المجال الشكلي، ما كان حتى واحد يتناول مخدرات إلا ويصاب بعدة أمراض، عدة أمراض في الخلايا، جوني ناس أصيبوا بالهلاوس والجنون، مهبول، إنسان كان يقرأ معايا وكان صديقي كان يقرأ معايا يعني في المتوسطة، كنا وكان خوه عايش في لاسويس يبعث له حوايج، فكنا كاع نتمنوا اللبسة ديالو كيفاش يلبس كيفاش عنده دراهم كان يخلص لنا. أتصور بلي الآن لما دخل في عالم المخدرات درك أنا في الحي تاعنا نكون ساعات جايز يتلقى بيا يعيط لي الياس، هو وشافي نفس الفليسي هو مازال وشافي بلي اسمي فيه السين، يقول لي الياس واش راح الياس اعطيني، دايما نعطيه 5000 1000 فرق 2000 فرق واش يكون عندي، نقول سبحان الله شوف 2000 فرق يقول يعطيك صحه الياس ويروح يشرب قهوه. جنة هذا الانسان جن، كان يقرا معايا كانت عنده احلام اهداف، لما دخل في عالم المخدرات انظروا كيف فقد عقله. العقل هو المقود هو الفولو، شتو المقود الانسان يقدر يسوق ما عندوش كلينيوتور، يقدر يسوق مثلا لومبرياج تاعو يكراكي شويه، يقدر يسوق سبيكراس تاعو يقدر كي اذا سمعنا انسان نقول له كان يسوق راح له الفولون شنو نقول له؟ دار اكسيدون، ما يقدرش يعيش هذا الانسان، ما تقدرش تتحكم انت الان في نفسك. فاول انسان انك انت الان لازم تحب روحك، تولي تقول وعلاش انا هكذا؟ وعلاش جاري هذاك؟ وعلاش هذاك لان كنت خير منه؟ وعلاش انا في الصحه ديالي كنت قوينا؟ علاش راني انهزم؟ علاش وليت عايش في الظلمه؟ علاش وليت كينجوز ناس تلعني؟ فيجب الان ان تنظر نفسك في المراه وتقول انا الاول باش نتوقف، انا الاول باش ننطلق انطلاقه جديده، انا الاول ان انجح في حياتي واضع بصمه. ونحن الان وين؟ وين رانا؟ رانا عند احفاد علي لابوانت، حنا رانا في منطقه اللي خرج منها علي لابوانت. فلما انت علي لابوانت الان وكان يعاود يدخل ويقول لك انا في العشرينات من عمري مت، رحت فجرت روحي، انا فجرت روحي، ارتقت روحي، كنت قادر نعيش ونجيب دلالي ويولي عندي ولادي ونموت 70 سنه كيما بابك، وانا ما درتهاش، انا جاهدت ودرت وزدت قتلت روحي انايا تما، يعني كيما نقول لك حنا خليتهم يفجروني، خليت ما خرجتش قعدت نحافظ على جال انه انتوما الاجيال اللي راكم جايين، وبعد انت هذا هو تما لعبتها لي انايا، وانت وليت حومتي، وانت جاري، وانت تنط معايا، وانت من بالنسبه لي انا. ولذلك الان الانسان ان الاوان ان يستحي من نفسه، ان يستحي من نفسه. ثانيا لمن تنجح؟ تنجح لربك. الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، شت المال انت اللي تشري به المخدرات ربي هو اللي رزقك، شت انت ايها بائع المخدرات انت الان شي اللي تخاف منه؟ الناس اللي تبيع المخدرات شي اللي يخافوا منه شنو هو؟ سؤال مطروح، يخافوا يحكموهم لابوليس. ولذلك الان تلقاه يخبي في بطولات، يخبي تحت الاخر، يخبي منا، يخدم الشباب تاع الامه تاع الحي تاعنا،
تلقى شاب مسكين يقول له اسمع عسلي من فوق يطلع الاخر وكيتهبط منا دير لي غير هكذا ونعطيك 100,000. فهذا الامر واش راك خايف انت يا خايف يحكموك؟ الله عز وجل حكمك ولا لا؟ لا، الله عز وجل هو الذي سترك، ربي هو اللي سترك. شت انت وينك مخبي؟ الله عز وجل يعلم. وشت انت منينك تشري؟ الله عز وجل يعلم. وشت كيما طارك جايز باراج دوكا ولا السلعه راهي في الاخر وتقول ما يحكمونيش، وكاين اللي يدعي يا ربي ما يحكمونيش. انا نحب نفهم، حبيت نفهم كيفاش انت راك الفلامه ديال كاع مخدرات والو يدعي يقول يا ربي يا ربي توكلت عليك يا ربي يا ربي ان شاء الله ما يحكمونيش. وما يحكموش ومازال يبيع المخدرات ويديرك انا الاول ان تفطن انه هذا الله تبارك وتعالى مالك الملك قادر عليك. انت الان كما احد السلف جاني قال له واحد نوري لك واحد الطريقه واذا درتها عندي واحد الشروط اذا درتهم عصي ربي. قال له عصي ربي؟ قال له خلاص قول لي. قال له روح وين ربي ما يشوفكش. قال له عصي ربي وما تنفش الهوى ديالو وما تشربش الهوى ديالو. يقول الماء انا ربي اللي خلقته. قال الله عز وجل هو الذي خلق الماء هو اللي خلق الهوى، كيفاش راك تنفس الهوى ديالي ومع الاخر بالهوى ديالي الناس. احد المساجد مره قال لي شيخ يستقبل لنا بزاف صبابه. قلت له نعطيك واحد النصيحه هما ما عندهمش يعني. قلت له شري لاتات هذيك الراس تاع الكاميرا بلا ما تشري شري غير الراس هذاك وبلاصيه 200,000 ولا 300. شري الريسان تاع الكاميرا ودارهم في المسجد باللي مسجد مراقب ما زادوش سرقوا صبابه. اشترى تاع 200,000 يخاف منه وما يخافش ان الله عز وجل يراه. ولذلك ان الانسان يستحي من نفسه ويطلع رسول الصبر يقول سبحان الله انا الان اعيش في ملك الله وانا اني رايح لربي. كيف ستقابل ربك؟ يعني اذا الله عز وجل الان انت واقف بين يديه ماذا ستقول له؟ واش راح تقول له؟ اذا فرضا انه انت مت وانت سكير مت وانت الان في الادمان كيف ستقابل ربك؟ يعني الانسان الشباب اخواني لازم تعرف كيما تموت ربي تقابله. اذا انت ملبي راح تلبي يوم القيامه. الناس يجوا تلقى الناس لبيك اللهم لبيك على شهاده ملبيا كيما تموت تكون. فتصور انت يوم القيامه تروح عند ربي ماشي صاحي كيف ستقابل ربك؟ تقدر انت تقدر العذاب الله اي نعطيك الا تقدر هذه الحاجه ديرها. وشنو هي؟ شعل بريكي ودير فيه صبعك شوف دولة تتحمل. على بالكم النار هذه راهي 70 جزء من نار جهنم. 70 جزء اضربها في 70 تساوي نار جهنم. ولذلك الله عز وجل من رحمته انه جعلنا علامات، جعلنا النعيم حاجه اللي تنعموا بها، قالنا هذا والو يوم القيامه هذاك هو النعيم تاع الصح. وجعلنا بعض الامور سوى العذاب تبنى عذاب زعما النار واحد تنحرق لا هذه والو النار هذه بارده هذه يوم القيامه انت ما عادش قادر هذا النار. فكيف ستقابل ربك؟ ثالثا ان تنجح لمن؟ لنبي. كن راجل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنه، على بالكم 23 سنه وكحبوا نمثلوها من 2000 الى 2023. هذه هي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضحى بجميع حياته. ضحى مش النبي صلى الله عليه وسلم ما حاوزوش من داره، حاوزوه من بلاده. من البلاد كاع العائله تاعو حتى يوصل لنا هذا التوحيد هذا الاسلام. قصرت رباعيته رموا عليه اكرمكم الله الفضلات تاع الجمل ويعني فعل به ما فعل. ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم واحد المره قعد مع الصحابه او دخل الى مقبره البقيع قال لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وددنا لو راينا اخواننا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسمع فيها قل لي اسمع اسمع هذه النبي صلى الله عليه وسلم توحشك اشتاق لرؤيتك. قال وددنا لو راينا اخواننا. قالوا له الصحابه كانوا معه قالوا له اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال بل انتم اصحابي. اذا شكون هما اخواني؟ قال اخواني الذين ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. انت امن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا انت ما شفتوش إذا أنت من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتاق النبي صلى الله والذي ود النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتك. لكن هنا كاين واحد السؤال مطروح. قال يا شيخ
بصح كيفاش يعرفنا يوم القيامة؟ احنا ما نعرفوش، الأقوام كاين أجيال من بعد، كيفاش راح يعرفنا؟ هذا هو السؤال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، سقسوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ مد لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثال، قال لهم اتصوروا لو كان إنسان عنده خيل دهم بهم، يعني هذا الخيل كحلة أو عندها لون واحد، وفي وسط هذا الخيل كاين خيل غر محجلة، معناتها هذا الخيل هذه اللي في وسطها يدها بيضة ورجلها بيضة وعندها البيوضية لهنا. قال أكان يعرفهم؟ قال لك إيه، غير تشوفهم تعرف هذا خرج لي هذا 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 هذا، هذو هما العواد، هذو نعرفهم خلاص، حتى يختلفوا. قال يأتون غرا محجلين من أثر المخدرات، من أثر الوضوء، من أثر من أثر الوضوء. الآن السؤال، إذا ترك بعيد على ربي، وإذا أنت الآن ما راكش تصلي، وإذا أنت الآن راك تتناول المخدرات وراك بعيد على ربي، كيف سيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش يوم القيامة راح يعرفوك باللي أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودوكي أذن المغرب ما راحش جاي، ولو كان تموت على العيشة كيفاش راح تدير؟ هذا هو الجواب اللي لازم الإنسان يفطن خلاص من التسويف، غدوة غير غدوة، لا لا، يجب أن الإنسان دوك يأخذ القرار دياله. كنا درنا في وين شيخ في بسكرة، في بسكرة درنا في بسكرة واد الصوف، فكانوا ناس يعني مخدرات، يعني كاين اللي يبيعوا على العشاء جاو يسلموا خلاص من هذيك تاع نهار الجمعة نبدا نصلي، اليوم رانا الحد، يقول لك نهار الجمعة نبدا نصلي، وين شكون قال لك هذه نهار الجمعة نبدا نصلي؟ أنت ضامن بلي تعيش حتى نهار الجمعة، ما ندوش ونبدا نصلي، قرار دوك تاخذه. والله عز وجل لما تقبل عليه لازم تفهم بلي أي واحد الآن عندك خلاف معاه، والله ونحن نعمل مجالس الصلح، عندنا مشاكل كبار باش نصلحوا بين زوجة. تقنع هذا كي تكمل لازم تروح تقنع الثاني، وهذاك الثاني اللي تروح تقنعه يقدر ما يقبلش وما يسمحلكش ويقول لك لا لا ما نسمحلوش. صباح كنت مع واحد يسال واحد 700,000 ومات السيد، قال لي والله ما نسمحلو. قلت له معليش هم 700,000، قال لي ما نسمحلوش خلاص ب 700,000 راهو معلقو. شفت الانسان كاش عامل؟ انا نبشرك واحد البشاره، نقول لك لو كان الان دوك الان تاخذ قرار بلي تقول خلاص دوك نولي لربي، ما راح تخلص لي زامبو، ما راح تخلص الروطار ديالك، ما راح تخلص حتى الصلاه اللي ما صليتهاش. قال شحال عندك ما صليتش؟ 10 سنين. هو لازم تصلي 10 سنين باش يقبلك ربي. لا 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 لا، حتى ان الله عز وجل في قوله في سوره الفرقان قال اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اذا تبت وامنت وعملت عملا صالحا، السيئات اللي درتهم ربي يعاود يرجعهم لك حسنه. شحال راك داير سيئه؟ 5 ملايير، هادو 5 ملايير يقولوا لك حسنه. لكن الفرصة وين؟ راهي الآن بين يديك. أيضا أن تنجح لمن؟ لوالديك. الوالدين وما أدراك ما الوالدين. الإنسان، أنا نقول كل واحد الآن مدمن المخدرات، لو كان تشوفوا الآباء والأمهات، تشوفوا الاتصالات تاع الآباء والأمهات، كيفاش يتصلوا، كيفاش يبكيوا، كيفاش يبيعوا مناقشهم، كيفاش يحللوا باش يقول لك عاوني برك وليدي. اسمع له. بعض الحالات من انت تقول لك وليدي ارتاح لك خليه يضل معاك. مره واحده عطاتني سياره، قالت لي انا ما كنتش نعرف نسوق، قالت لي هاي لك سياره، ماشي ديها ياك، عطاتها لي ندور بها، عطاتني سياره قالت لي هاي لك سياره، دور لي خليه يدور معاك، خليه يدور معاك، يدور غير معاك، ما نقدرش خلاص راح نموت انا، راح نموت. فهذا الاب والام، الله عز وجل قال في 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 قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوفوا الآن واحد الملمس، قال إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما. معناتها شوف الوالدين كي يكبروا يطيحوا في يدك، فلما والديك يطيحوا في يدك التم يبانوا الأخلاق ديالك. أما أنت الآن والديك كي كان باباك في عمره 25 سنة أو 30 سنة وكان في عمرك 3 سنين، كنت تقول له شري لي شيبس، شري لي كوكا، شري لي كذا، شري لي منا، وشري لك ويديك تحوس ديني للبحر، دار لك كاع واش راك حاب. بابك دوك في عمره 70 سنة، أنت في عمرك 30 سنة، بابك في عمره 65 سنة، أنت في عمرك 25 سنة. الآن خلاص بابك كبر،
باباك تعوج ظهره، يماك طاحوا سنانها، واش يستنى؟ إما يبلغن عندك الكبار، خلاص الحق طاحوا في يدك، يسحقك باباك دوك، ما يقدرش يجري موراك، يا ودي طبعه يموت. ونعرف أنا الآن، نعرف الحي تاعنا اللي يقتل يماه، وبعد قال لك لا لا أنا غلط طبعت، هي طبعت مدمن مخدرات، طبع يماه طاحت من الدرج، قال لك خاطيني. تسمى انا كي طبعتها بصح ما كنتش ناوي يطيح من الدرج، طبعت يماك وخل وخرج من الحبس ويوصل وبعد يقول لك تلقاه مشن مامو افونتو. امامو افونتو يعني الان هذا المفهوم المفاهيم الخاطئه هذه لازم نصحوها. ولذلك الان انك الان من الرجوله انه ذوك ذوي ما يسحقوني. الناس تدي يماه للعمره يديها تحوس، يديها للطرق يديها لماليزيا يديها تحوس يماه، وانت تديها لبوسعاده وديها لعين مليله وديها للقليعه. تجي يماك دير لاشين بالقفه، ومن بعد تقول جيب لي كوموندار هذاك الاخر وعجبوه من صحاب كوموندار، وبعد غير يخرج يعاود يزيد يقول لك الله غالب. اي رجوله هذه؟ وبعد يقول لك صحاب الرجله، وشنو صحاب الرجله؟ ما احنا كمجتمع مدني لازم نحيو هذه الكلمه. ما نقولهاش انا صحاب الرجله، ما نسميكش صحاب الرجله، ما نخليش الناس الشباب الصغار قال لك يطلعوا مفهوم الرجوله عنده يتخلط له يقول لك انا انتم كاع راكم ملح بصح كون تقولوا بلي هذوما صحاب الرجله، اذا انا باش نولي راجل لازم نولي كيما هذوما لي زوم، هذو هما لي زوم، لي زوم لازم نفهموا شكون هما لي زوم، نفهموا شكون هو الراجل، الراجل الذي لا ينسى الخير، ما ينساش الفضل تاع والديه. ما ينساش انه الاب والام هذه كي تموت وبعد يسمي وليده كذا وبعد زعما واحد يجبد لي العجوز زعما يقتل على جالها لا 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 يريح. والقصص في هذا كثيره، تولي يسرق يماه يسرق باباه يسرق كذا، اموالهم طائله. كاين مراكز 70 مليون مراكز احنا عندنا في العاصمه 70 الى 90 مليون 90 مليون تتصور 90 مليون 15 يوم 90 مليون 21 يوم انا اعرفهم. دخلوا يماه بالديونة سلفت دراهم ودخلاته ويدوم 15 يوم ولا 20 يوم ويعاود يخرج بعد شهرين ثلاثة يعاود يشوتي. أي رجولة هذه؟ فالإنسان ينجح شكون يعاود يشوف روحه بلي ما لازمش تكون أناني، ما لازمش تشوف غير روحك، ما لازمش تشوف روحك بلي هذيك الحبة الصغيرة هذيك هكذايا، قال هذه اللي تحكم فيها، نحكمها هكذا ونبدا نشوف فيها ونحبها ونقول هذه وش يدير لي؟ هذه فرقتني مع يما وبابا. هذه على جالها ربي ورا ماهوش راضي عليا، هذه على جالها يوم القيامه نقدر انا نولي ليش ما نقدرش نقابل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الانسان على جالها ما نجحش. كاين ناس كانت تقرا كما قال الشيخ مقبل، كاين ناس كانت تقرا ناجحه، كاين ناس كانوا ابطال في الرياضه، ابطال يعني نعرفهم، ودخل في هذا العالم راحت حياته. ولذلك الان واش راك حاب انت؟ وين راك رايح؟ وين راك حاب تحس؟ يعني عطينا الان الوقت اللي راك حاب تتوقف فيه. حاب تتوقف انت في الاوفر دوز باش تولي حكايه ونقدروا نحكوها عليك. تقدر حكايه قال مات اوفر دوز مع ما في الجنازه ديالك، تحصلوا حاصل الله كاش نصليوا عليك. صليوا عليك انت مسلم، امنوا بلي انت مسلم، تشهد لا اله الا الله، شكون راح يجي؟ شكون راح يجي الجنازه ديالك؟ يجوا صحابك ويجوا عباد، حنا كانوا ناس توفوا في حاله يعني تاع السكر. وبعد لما يجوا قال الامام يقول لك انا ما نصليش عليك، افاضل القوم انا ما نصليش، صلوا عليهم نتوما. وتلقاهم يتضاربوا بعد يجي بعد يردوا بالكاسكيطه يصلوا عليه جنازه رجله. شو الرجله نصليوا عليه رجله. وبعد زعما ندفنوه رجله. اي بصح وين راهو رايح؟ وينك رايح انت؟ اين الى اين انت ذاهب؟ ولذلك الانسان ان الاوان انك انت تشوف وجه يماك وجه بابك. كي تدخل دوك شوف بلي لازم تقبل على راسهم ولا يا يما سمحي لي يا بابا اسمح لي اليوم راح نبدا انطلاقه جديده اليوم راح نتوقف من كلش اليوم نولي كي نجي جايز يقول له يرحم والديك ما يقولوش الله العظيم هذا الانسان اللي ينعل والديه الناس تولي تترحم عليك تترحم على والديك بسبب التربيه ديالك ماشي الجيران ما يروحوش باكوس خاطر بدا جارهم يخافوا قال هذا جار ما تقدرش هذا الدور يسبقك الدور يسبقك فأي جرثومة أنت الآن فآن الأوان أن تاخذ هذا القرار أيضا أن تنجح لمن؟ للناس اللي تحبك شوف كيف في الحياة بعض الأحيان يكونوا ناس يحسوك ويكونوا ناس ما يحبوكش الخير فهذا الناس اللي يحبوكش الخير يحبوك أنه أنت تقعد في التلاقة المعوجة وتقعد دائما من حبس لحبس ودائما تقعد مضربوك بالموس وتقعد أنت تجري وربي كلب وتجري به وتدير وهذه هي حياتك لما لكن كاين صنف واحد اخر
للناس اللي تبكي على جالك. كاين ما كاين تبكي باباك خالتك عمتك صحابك الناس اللي جيرانك، الناس هذوما كاع كثيره، يعني كاين جم غفير من الناس يحبوك الخير. هاد الناس كلهم الان انت الان راك تغضب فيهم وتسعد الناس الذين يبغضونك. شفت الناس اللي يحبوك الشر انت راك تفرح فيهم، والناس اللي يحبوك الخير انت راك تزعل فيهم. فالان ان الاول ان تقلب الكفه، خلي الناس الان الذين يبغضونك ويحبونك الشر الان مد لهم رساله باللي نقدر، يمكنني ان انطلق انطلاقه جديده في هذه الحياه، ابدا انطلاقه جديده، وسترى ان الله تبارك وتعالى ربي انت راك تفترق المعوجه، وربي هداك ورزقك، وربي هداك وسفرك، وربي هداك وانت راك في صحه جيده. الا نستحي من انفسنا؟ ونحن الان في زمنين، زمن اصبح العالم فيه قريه صغيره. ما راحش نتكلموا غير على بلادنا، لانه من في بلادنا كاين فقراء وكاين ناس ما لقاوش واش ياكلوا، وكاين ناس وانت الان الجرعه ديالك تلقاها، تلاقيت بانسان كانت الجرعه ديالو في اليوم مليون، والله غير يجيبها كل يوم مليون. قلت له كي قال لي مليون انا نجيبها، ما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش، لازم نجيب مليون. مليون كل يوم، شحال في الشهر؟ 30 مليون، واش كدير انت؟ كاش دير باش تجيب مليون؟ الآن لما نجوا نشوفوا الآن في الصفحات تاع التواصل الاجتماعي وقلوبنا يعني متقطعة ألما وحزنا وحسرة على إخواننا في غزة. أحد الأطفال الآن قالوا له واش تتمنى؟ قالوا نتمنى نموت. قالوا له علاش؟ قالوا باش تروح الجنة. قالوا له علاش؟ قالوا لأنه راني جائع وفي الجنة كاين الخبز. تصور باللي ناس الآن انظروا يشهدون أن لا إله إلا الله، وأنت الآن اليوم شحال 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 صرفت اليوم؟ شحال راك صارف اليوم؟ 500,000 400,000 70,000 شحال؟ شحال انت راك تصارف اليوم صارف غدوه وغير غدوه وكل يوم لازم تصرف؟ هذا المال هذا دير في بالك انت قافز، دير في بالك باللي والله ستسال عنه. كذا سلك روحك بالتوبه، سلك روحك بالتوبه. ولذلك الان كحوار مباشر، حوار مباشر مع اخي المدمن، نقول لك الان كي سمعت هذا الكلام، ما هو سبب عدم رجوعك؟ وعلاش انت ما راكش حاب تولي؟ ما هو السبب باش انت ما تقدرش تولي الان تاخذ القرار ديالك وتقول نولي باذن الله؟ سارجع الى طريق الله تبارك وتعالى. قد تجيك فكره تقول مصحى رانا غاشي غاشي غاشي، تما البلاد كاع هيك راهي هكذا، الشباب كاع راهم راحوا فيها، ولاد حومه كاع يكونسومي. هذا من اسباب دخول حتى غير المدمنين الى عالم الادمان. شوف الكثره الكثره، حوس عليها في القران. تلقى قريب كاع كلمة الكثرة مذمومة. الكثرة لا تغني عنك شيئا. الاشتراك، شوف في الحياة الدنيوية جعل ربي واحد الحاجة، إذا عمت خفت. الإنسان كي ترى مصيبة زعما زلزلة رابت ربي عافينا، تدخل الأخرى ماشي غير أنا، الناس كاع رابت لهم. الحملة كيما صارت حنا عندنا في باب الواد، قال جات الحملة تاع باب الواد، قلنا ماشي مشكل، أنا كنا نطلب البالكون، أنا دارنا في الحملة. فأنا نطلب خويا سيارته رايحة، ومن بعد واللي جا كانت تخشى يمسحها، ومن بعد رايحه السياره، ومن بعد لقينا الناس هابطين، خلاص السياره ما نحكوش عليها، ما حكيناش كاع السياره، حكينا على الناس اللي كنا نسلكوهم. لكن يوم القيامه هذا الشعور يروح. قال الله عز وجل لاهل النار: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. ما ديروش بالكم كما في الدنيا، زعما كي تكونوا كاع زعما مليحه، زعما انت مع ولاد حومه واللي كانوا يقراوا معاك بكري كاع في جهنم، وحاكم سيكتور وحدكم، زعما يحاكموا يا بو حروح رانا في ما كانش والو والو، ما راح ينفعك والو، خاطر هذا البريك هذا اللي ما قدرتلوش، يا ضربوا فيه 70 عذاب جهنم. لازم حوسوا حوسوا، لازم تحوسوك وين راك رايح. حنا مشكلتنا ما على بالناش وين انا رايحين، نحبوا نحكوا على الجنه، احكوا لنا على الجنه، ما على بالناش الجنه واش فيها، بصح على بالنا الالمان واش فيها، وعلى بالنا الطاليان واش فيها، وعلى بالنا فرنسا واش فيها. ولذلك تلقى الانسان واش يدير؟ يركب في البوطي ويروح يضحي على جال حاجه، ويعرف يقول كان راح نعيش، انا راح ندير هذا. اركب في البوطي تاع الاخره، اركب في السفينه، احرق الجنه، هاي نحرقوا الجنه باش تعرف انت واش كاين في الجنه، وتعرف ايضا تخاف تخاف من عذاب الله، لازم تعرف واش كاين في جهنم. ايضا من الاسباب اللي تخلي الانسان يعطل والشيطان هو يلعب هالك التسويف. واش معنى التسويف؟ معناتها شوف كي خلاص 2023 غير يتزوج خويا ما كيخلي لي البيت نتزوج، كي نتزوج كي نلقى خدمه كي ندير هذا، ويبدا الشيطان غير يلعبها لك، وانت راك تزيد في الادمان
ويزداد التحكم فيك. هذا المادات اللي تتحكم فيك أكثر. نعطيكم واحد السؤال أو امتحان. الآن راهي ستة غير 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 ربما غير عشرين، عندي الله ستة غير عشرين. شكون يقدر يحلف دوك يقول لي والله الذي لا إله غيره غير نعيش حتى ستة غير ربعة؟ واحد فينا اللي يقدر يحلف يقول بلي نقدر نعيش حتى ستة غير ربعة؟ يا ودي خمس دقائق، يا ودي ستة ماشي غير ربعة، ستة واثنين وأربعين. ما نقدروش. الدقيقة في حياتنا ما رانا ضامنينها، الدقيقة في حياتك ما راك ضامنها. ولذلك الآن من الأمور اللي الشيطان يلعبها لنا واش يدير لك؟ مازالك صغير، سي في صغرك باش ما تغلطش في كبرك. هذا الكلام منين جبناه؟ هذه كلها وساوس تاع الشيطان. الشيطان في بداية القصة تاع آدم واش قال؟ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ دلها آسر شجرة اللي قال ربي ما تاكلش منها سماها شجرة الخلد، باللي غير تاكلها تولي خالي. دلها آسر باش يغريه، باش يغري آدم. ولذلك هذا لك يدير لك آسر مازالك صغير، سي في صغرك كيفاش الناس قاعد يضحكوا عليك ما تعرفش أنت الصاروخ، كيفاش أنت ما دقش الصاروخ؟ يا بركة أنت زعما جات تلعبها تعرف، ويرجع لك هذه هي الحضارة، ويرجع لك هذه الله أنت مودان زعما أنت قافز وأنت فاهم وأنا سيد كلش، وأنا ماذا بيا نسيد كلش. معليش سيد يا ربي مانيش نقول لك تجربها خاطر أنا نضمن لك بلي راح تعيش سعيد. بصح علاش ما تجربش سعيد؟ علاش ما تجربش قيام الليل؟ وعلاش ما تجربش تصوم الاثنين والخميس؟ وعلاش ما تجربش تروح تزور المرضى؟ علاش ما تجربش تمد تصدق تعاون تبوس راس يماك باباك تدي يماك للحمام العمرة تحوس بيهم؟ جرب الامور تاع الخير. نحاولوا غير نروحوا لان الشيطان هو لو يدفع فينا. ولذلك من الامور ايضا التي تثني شبابا عن التوبه الظروف. يقولك عندي ظروف. يا أي واحد فينا الآن عنده ظروف لازم يفهم باللي أكبر سبب للرجوع إلى الله هو الظروف. علاش؟ لأن الله عز وجل هو بيده الحل تاع هذه الظروف. فكيفاش راك تروح؟ لما أنت الآن تجي أنت في شركة وعندك مشكل تحوس على المدير. فالله عز وجل هو الذي بيده الحل تاع هذه الظروف التي تعيشها. أي ظرف من الظروف. قل لي جعل. نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة في الليل. ما الذي أخرجه؟ الجوع. وتلاقى مع أبو بكر الصديق قال ما الذي أخرجك؟ قال أخرجني الجوع. وبزيد تلاقى بعمر بن الخطاب قال ما الذي أخرجك؟ قال أخرجني الجوع. قال أخرجني الذي أخرجكما. يعني تصور ما جاش النعاس من الجوع، جاك أنت يا زعما رقدت في الليل وما جاكش النعاس خرجت أنت وما لقيت ما عندنا والو في الدار. أي ظروف هذه؟ الله عز وجل هو الذي سيفتح عليك. فآن الأوان أنه أنت الآن بالظروف تاعك انك تاخذ القرار تقول يا اخي كيفاش حنسق الظروف ديالي؟ اذا كنت فقير كيفاش ربي يفتح عليا؟ اذا كنت اعزب اذا كنت ما عنديش دار اذا كان بابا ولا متلقين يا اخي نواجه مشاكلي نواجه الظروف ديالي. اي ظروف؟ شوف الظروف تاع اخواننا دائما نعاودوا نضروا ونقولوا اخواننا في غزه. اليوم شفت واحد الفيديو واحد المقطع عجبني بزاف. في امريكا الان كفار في امريكا يدخلون الى الاسلام بمعنى واحد اللقطه وشنو هي؟ قال لك تعجبنا من هؤلاء المسلمين أنه رغم الظروف كاع اللي راهم يعيشوها والقصف لا نسمع منهم إلا الحمد لله. يقولوا غير الحمد لله إن الله يفعل ما يريد يا رب خذ من دمائنا ما رضيت. قال لك هذوما ماشي عباد ما فهمناش. قال لك هذا الناس ما فهمناش يبكيوا بالدموع وحنا الآن جي حنا الإنسان نستحي أن نقول عندنا ظروف خاصة في هذه الظروف الراهنة نستحي أن نجي يقول لك أنا ما عنديش ظروف عندي ظروف. الظروف هذو ماني من حتقولهم تقول لهم ربي بلي عندي ظروف راح تقولوا يا ربي علاش دخلت في المخدرات انا عندي ظروف تما بابا تلق مع يما وانا عشت مع يما ومن بعد كمل ومن بعد واحد يوراه المشكل ديالك. اكثر العلماء الكبار الامام مالك الامام ابو احمد الامام الشافعي غيره من العلماء سفيان الثوري كلهم ايتام كاع كانوا ايتام الظروف تاعهم خلاته يخرج عالم ويضع بصمته في هذه الحياه. ولذلك أظن أن الوقت قد داهمنا نقول حتى نختم بهذا الأمر رسالتي إلى الذي يبيع المخدرات. الإنسان يبيع المخدرات يقول والله لك راك قاعد معنا والله غير فيك الخير ومادام جيت قاعد والله غير فيك الخير. لكن حبيت نقول لك فقط هذا الخير ما تطفيش ما تعاودش تطفيه لأنه الشيطان دوك يقول لك ما تسمعلوش معليش داو بعد كذا شكون يوكل لك ولادك وشكون يدير لك كذا وكيفاش تعاود تقول لي انت او حكى لنا الشيخ مقبل على قصص ان الله عز وجل يجعل لك البركه الحلال هذا الحلال عنده واحد الذوق والله ما يسواه المرايا تاع الحرام. ولذلك ابليس
يضع عرشه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضع عرشه على الماء، فيرسل سراياه يبعث الجنود دياله، يبعث الجنود دياله. في آخر يوم يقول له ماذا فعلتم؟ يقول له ما تركته حتى فعل كذا وكذا، ما خليتوش حتى سرق، زيد وانت ما صنعت شيء، وانت حتى قتل، وانت ما فعلت، وانت حتى شرب الخمر، وانت حتى قتل، حتى أشرك بالله. يقول له وانت؟ يقول له حتى فرقت بينه وبين زوجه. يقول له أنت أنجت ولبست التاج. أنا نقول لك يا أبايع المخدرات، شحال من عائلة راك دمرتها، شحال من عائلة خليت الشيطان يلبس التاج بيك انتايا، لأنه شحال من حالة عشتها أنا كمستشار أسري وهذه مهنتي، أنه أنا نتعامل الآن مع الناس ونتعامل مع الأسر، وشحال من وحدة راحت لدارهم، وشحال من وحدة طلقها راجلها، وشحال من وحدة طلبت الخلع ومن حقها تطلب الخلع. لماذا؟ لأن راجل زوجها مدمن للمخدرات، فتفرقت العائلة والدلالي هذو تشتتوا ودخلوا في متاهات بسبب هذا الأمر. فرسالتي إليك أنك الآن حط حد، أعرف باللي الجرم ديالك، الصحيفة ديالك والله ما راهين بنياع الحبالة راك تبيع فيها. شوف حنا درنا نشاط هذا، وأنا نبشر القائمين كي نقولك على هذا النشاط، ما تقدر ما تشوفش الخير ديالو، ما يبانلكش أنت بعينك، إن شاء الله ما تقدر تعرف، ما تقدرش تعرف اللي كاين الناس دوك تتوب، وما تقدرش تعرف حتى ما وراء الشاشة، كاين الناس دوك روح طل تلقى الشيخ ربما عنده 20,000 هم يشوفوا فيه، وأنا عندي 10,000. وتلقى الناس اللي تشوف فيك، تروح انت الان في الغربه، جاونا ناس من الانجليز، جاونا ناس من كندا، يقول لك شيخ كنت متناول وحبس في فرنسا في الالمان، يحبس ويجي ويحوس عليك ماشي يقبل لك على راسك. لذلك انت ما تعرفش الخير وين راهو، ولذلك انا نقول لك الان الانطلاقه ديالك انك الان خذ القرار ديالك، خذ القرار الان وتوقف، ما تعيش المستقبل ديالك لانه يقدر يكون اخر ليله ديالك اليوم، لكن تموت وانت تائب لله تبارك وتعالى. ولنتعاون كلنا، احنا كاين اوجه الخير بزاف الان، راهم جالسين نقول لهم علاش جيتوا؟ علاش جيت انت سقسيت؟ انت خاطيك مخدرات، علاش جيت؟ شف لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ما احنا لازم نتعاون، حبسوا هذه تاع خطيره راسي وتفوت، حبسوا لنا هذيك تاع الله يسهل، والله قول كلمه طيبه، عاود كل واحد واش يدير، هاو المسؤول فتح لنا الباب، انا جينا. وحنا كيف عندنا اسره، عندنا شغالات، عندنا خدمه، عندنا ما علاش نجي، عيطوا لي 5 مليانه نجي 5 مليانه. فالتاريخ هاوليك درنا اعلان برك تبسى، قال لك لازم تجيونا انت والشيخ طه وكذا وكذا وراك الدور. ما عندناش مقابل مادي، الشيء اللي رانا نديروه بلا ماده باش الناس يفهم برك بلي واحد ما راهو يخلص فينا وما راناش نديو له الدراهم على هذه المحاضرات وهذه الندوات، لكن الشيء اللي نخلصوا فيه هو هذا الرجوع تاع الشباب. لكن يجب ان نتعاون، المسؤول يعطيك ترخيص، الجمعيه تجي تعاون، واحد يحط كراسه، واحد يسجل، واحد يجيب مدمن مخدرات، يجيب ولاد حومته، اروح معايا، اروح تسمع، واحد يبارطاجي التليفون تاعو، وهذا كاع نتعاونوا المجتمع والشباب فيهم خير. فنسال الله عز وجل ان يهدي شبابنا وان يصلح لنا ذرياتنا، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم انصر اخواننا في غزه، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم البسهم لباس العافيه يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا للشيخ طه الغربي على هذه المحاضره القيمه الماتعه، وايضا الشكر موصول للشيخ محمد حليسي على ما تقدم به من نصائح وتوجيهات حول هذه الافه العظيمه التي ابتلي بها كثير من شبابنا اليوم. جزاهم الله خير وبارك الله فيهم واحسن الله اليهما وجعل ان شاء الله ذلك في موازين حسناتهما. قبل ان نختم هذه المحاضره يتقدم من السيد رئيس الدائره الفاضل المحترم حتى يهدي هديه للشيخ طاهر الغوي ويتقدم مشكورا. تفضل سيد الرئيس.